مواصلة للحملات التحسيسية التي تنظمها قيادة الدرك الوطني للوقاية من حوادث المرور، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان حملة تحسيسية واسعة النطاق شملت جميع شبكة الطرقات التابعة لإقليم الاختصاص للتقليل من حوادث المرور، موجهة خصيصا لسائق الحافلات لنقل المسافرين وسائق الوزن الثقيل من أجل توعيتهم لتفادي التصرفات السلبية كالإفراط في السرعة، المناورات الخطيرة واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة. الهدف من هذه الحملة هو رفع درجة الوعي واليقظة لدى السواق وتحسيسهم بضرورة تطبيق قانون المرور للمحافظة على الأرواح البشرية وممتلكات الأشخاص، كما تم تقديم مطويات بها مجموعة من الإرشادات حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى حث المواطنين على التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد في ظل ظهور سلالات متحورة جديدة. وفي الأخير ندعو جميع المواطنين إلى التبليغ عن أي إخلال عبر الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة ppgn.mdn.dz.